بالنسبة للعملية المراقبة التي قامت بها الهيئة العليا للمستقبل الانتخابات من خلال مراقبيها الميدانيين منتشرين في جميع الدوائر الانتخابية خاصة بالداخل، فإنه تم تحرير أكثر من 4500 محضر، تم بعد دراستها من طرف الهيئات الفرعية توجيه أكثر من 1000 تنبيه للقائمات المخالفة لقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية. هناك جانب آخر من اللي تعنى به الهيئة وهو رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، واللي تم من خلال هذه العملية ملاحظة أكثر من 100 تجاوز من طرف صحف سواء مكتوبة أو إلكترونية. هذه المخالفات أو التجاوزات تتعلق أساسا بمخالفة الانحياز لطرف سياسي دون آخر، كذلك تتعلق بحالات من الخطاب المتشنج ضد طرف سياسي معين، وحالات من الإشهار السياسي سواء الواضح أو الإشهار المقنع.